الخطوات الجايه دي هتفرق جدا جدا معاكي كروتين عنايه لبشرتك. وخلوا بالكم يا جماعه، روتين العنايه مش بيكون شهر ولا اتنين، لا ده بيكون طول العمر، زيه زي كانك بتاكلي نفسك كده او كانك بتخرجي نفسك. هنحط كريم العين. الو، هنعمل النهاردة ماسك حلو جدا للبشرة من انتاج شركة دكتور ليديا، هيعجبكم جدا جدا، وهينفع كمان البشرة الدهنية والبشرة المختلطة اللي هي دايما بتعمل حبوب ورؤوس سودة وهالات سودة وبتعمل كل حاجة سودة. البشرة الدهنية غريبة شوية ومتعبة شوية، بس هنستخدم في الوصفة دي او في الماسك ده الماسك الطمي المغربي الاصلي، وحاولي تشتري الاصلي، وزي ما قلت لكم هتشتري الاصلي منين؟ من اللينك اللي موجود في صندوق الوصف. هنحط بقى حاجة جميلة جدا اللي هو احنا كنا عملناها قبل كده، هتلاقوه في البلاي ليست، ماسك اللي هو بتاع الكوري او سر نضارة بشرة الاسيويين، انهم بيستخدموا المكعبات بتاعة النعناع، وشوفوا طريقة عملها ازاي. هنعجنها، هنحط بتاع ده الطمي المغربي تمام، وهتحطي اللي هو المكعب لما يسيح بالشكل ده بحيث يبقى زي الكريمة كده، هتخليه زي الكريمة على بشرتك، لا سايل قوي ولا مجمد قوي، وعلى بشرة نظيفة. لازم بشرتك تبقى نظيفة. شوفوا الكحل ده ثابت جدا، ده كحل طبيعي، هتلاقوه يا اما فوق كده في الاي، يا اما في بلاي ليست في نصايح هتفيدكم، هيفرق معاكم قوي. نلم شعرنا بقى عشان اي ماسك كده ما يمسكش فيه، ونبتدي نجهز بشرتنا. طبعا لازم بنغسل بشرتنا كويس جدا وبننشفها، وعايزاكم تعملوا لايك يعني تعبيرا عن رايكم في الفيديو، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا الاسئله اللي انتوا عايزينها ايه، ولو لسه ما اشتركتوش اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس. شايفين احنا بنوزع بفرشه، طبعا فرشه الميك اب دي من انتاج شركه عندنا برضو، بس فرشه الميك اب دي لازم تكون متعقمه ومغسوله كويس، كانت هتقع عليا. الطمي المغربي، الطمي حلو جدا يا جماعه للشعر وللبشره وللجسم، بس ده مخصص للبشره شويه، فاحنا الفيديو النهارده هنعمله للبشره. للشعر سهل برضو طريقته، هتوزعيه بشكل يعني جنتل على بشرتك، وما تخافوش. انا شخصيا حطيته تحت عيني وما عمليش اي مشاكل. انت بتحطيه على بشرتك، عايز اقولك هيقعد معاكي فتره كبيره جدا جدا، وفي برضه عملاء شارينه من الشركه روعه بصراحه عجبهم. انت الماسك ده مزايا ايه بقى؟ ان هو خلاصه النعناع وخلاصه الطمي المغربي، امن جدا على البشره، وصفه طبيعيه وطبيعيه، وسعرها كمان مش غالي خالص، وصفه طبيعيه وامنه جدا جدا على البشره. فحته ان هي تشيل الزيوت الزياده من البشره، احنا طبيعي هنرطب بشرتنا، بس احنا بنهيئ بشرتنا ان هي تشيل الزيوت الزياده او الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. هو طبعا احنا مش هننشفه على بشرتنا قوي، احنا هنعمله كده كانه عجينه، يعني هننشفه على بشرتنا كانه عجينه بسيطه كده، وبحيث نعمل سكراب للبشرة بيه، لان هو برضو بيبقى فيه جزيئات بسيطة كده، طبعا مش زي سكراب القهوة، لا يعني اخف شوية طبعا، او جنتل اكتر او ناعم اكتر. لا خدتوا بالكم من الكحل؟ الكحل رائع، كحل طبيعي جميل. هشوفوا فيديو الكحل ده، هحاول احطه لكم في الاي والله، بس يعني بصراحة انتوا شوفوه في بلاي ليست منتجات هكررها تاني ونصايح هتفيدكم، هتلاقوه في البلاي ليست دي، جميل جدا جدا يعني. وبعدين اصلا عايزه اقول لكم انا حاسه ب يعني الجو كان حر اصلا، انا حاسه اصلا ان الماسك ده عمل ترطيب لبشرتي، حاسه كده يعني. انا عايز اعمل لكم فويس اوفر، لان طبعا كان هيبقى فيه دوشه كبيره حواليا، مش هعرف اتكلم وانا بعمل الماسك، فالحاجات اللي يعني شكلي بقى يخوف ولا ايه؟ لا بس يعني مش يخوف قوي. عملت على حواجبي، حتى كمان هيفيد حواجبي، حتى لو لاحظتوا يعني قربته من الشعر عندي عادي، لان هو اصلا حلو برضو للشعر، وحلو كسكراب للجسم، ممتاز هايل ان انت تعملي بيه سكراب للجسم. انا طبعا بحاول ان انا انشفه، بس هو هينشف يعني، اكيد هو بياخدش وقت اصلا وهينشف. هايل قوي ان هو يكون سكراب للجسم، اعمله بقى لايك. انا بحاول اسرع، بحط طبقه كمان علشان اغذي بشرتي بيه، كل ما احس ان الطبقه نشفت كده احاول ارطبها كمان. وده شكل المنتج، اللي عايزه هيلاقيه اللينك تواصل موجود في صندوق الوصف، بس طبعا مش طبيعي انه يكون اللي يناسب معايا. انا حطيته على ايديا اهو علشان هو انا عايزه ابيض ايديا اصلا، عايزه افتح ايديا. الماسك ده هيديكي تفتيح وهيديكي تنظيف وكل حاجه، مش طبيعي طبعا ان اللي هينفع معاكي هينفع مع كل اللي هينفع معايا هينفع مع كل الناس، لا طبعا. لازم تتواصلي معانا، بيرد عليكي دكاتره يقولوا لك المناسب ليكي للسكين كير والهير كير او للعنايه بالبشره والشعر،
وانسب منتج ليكي. بتختاري المنتج وبعد كده بتشوفي انتي ممكن تحصلي على المنتج ازاي بطريقه سهله جدا. هتضغطي على الصندوق، على صندوق الوصف او العنوان، وهتلاقي صندوق الوصف. سهل قوي. بصوا بقى، انا عايزاكم تعملوا لايك، انا عايزاكم بقى تعملوا لايك، وعايزاكم تزودوا في الكومنتات شويه وتعلوا الدنيا شويه عشان يفرق معانا المحتوى، عشان اعمل فيديوهات كتير لو بيعجبكم الفيديوهات يعني، عشان اعمل فيديوهات كتير وتوصل للناس ويوصل النصايح دي للناس. احنا بنعمل النصايح دي لان انا من تجربتي في مجال التجميل في حاجات كتير اتخدعت فيها، وحاجات كتير استخدمتها غلط، وحاجات كتير ما كنتش فاهماها، ولما درست ولما اشتغلت في الادويه والتجميل، انا اجيب المروحه عشان هوي عشان ينشف، لما اشتغلت في الادويه والتجميل اتعلمت حاجات انا كوارث كنت بعملها في شعري وبشرتي وندمت فيها، وانا بنقل لكم الخبره ديت. فانا حفيدكم جدا يعني، هيكون في افاده جدا ليكي وللناس كلها. مش هقول لك اعملي شير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، لان دي حاجه هتكون من مصلحه القناه، بس انا هغسل وشي باي غسول من دول، هختار انيو بتاع ايفون. تمام، هقول لك انك لو عملتي شير وجيتي في يوم من الايام عاوزتي تطلبي ميك اب او سكين كير او الحاجات بتاعه ده التونر بتاع التونر الروسي ده جميل قوي، لو عاوزتي تعملي الحاجات دي او تطلبي الحاجات دي هيجيلك خصم لو انت عملتي مشاركه مع اصحابك. طبعا بفرك اهو، بتفركي ايديكي او بتفركي بشرتك بطريقه جنتل شويه. تمام، انا ايدي عادي ممكن يعني اعملها فرك كده بطريقه مش جنتل عادي. هغسل ايديا طبعا عشان اعرف ان انا اشيل الماسك اللي هو على البشرة. فلما هتعملي شير هتكوني انتي مستفيدة 100%. بصي، هو انتي لما تتابعيني اصلا هتكوني مستفيدة، انا عارفة. قوليلي في الكومنتات انتم من بلد ايه، بتتابعوني من بلد ايه، وايه اكتر ماسك عجبكم، مش خلونا نفيد بعض. ريحته على فكرة حلوة، عارفين ريحة الورد او ريحة المطر؟ انا بحب ريحة الطمي اصلا. مين بيحب ريحة الطمي؟ ريحة الطمي اللي هي ريحة الشتاء، قريبة جدا من ريحة الشتاء، فانا بحبها جدا عشان كده. طبعا بستخدم القطن المصري العظيم ده علشان تكوني جنتل على بشرتك، بتمسحيه ما تعمليش بمنديل. انا بحاول ان انا اخليه بالقطن، القطن احسن او اهدى شوية على البشرة، وملوش لازم عادي، ممكن تجيبي القطن اللي هو المدور ده المقصوص، او ممكن تجيبي القطن الكبير عادي يعني، ملوش لازمة يعني، عادي انت تاكت ايزي يعني. يعني في حاجات كتيرة ممكن تعمليها بحاجة بسيطة، بس حاولي على قد ما تقدري. بليز يعني، بليز طلب، مش هقولك اعملي لايك والكلام ده لا، انا هقولك ما تستخسريش في بشرتك، حتى لو هتشتري من مكان تاني غير الشركة اللي انا بشتغل فيها وغير اي حتة في الدنيا. تمام، يعني الحمد لله يعني مش واقفة على حد، الحمد لله غسلت وشي اهو، وغسلته بالغسول بتاع انيو بتاع ايفون. لم ما تستخسريش في بشرتك بليز بليز. الغسول بيكون في حدود من 100 ل 150، ساعات في حاجات ب200، ما تستخسريش، حوشي حوشي. لكن ما تشتريش صابونة ب30 جنيه ولا ب25 جنيه وتدمر بشرتك. عمري ما شفت حد استخدم صابون وبشرته كويسة. هتقولك الناس بتاعت زمان ديت، بحاول اشيله من شعري اهو، هتقولك الناس بتاعت زمان ما كانت بتستخدم صابون. يا جماعة، هو احنا زي زمان؟ هو التلوث اللي احنا فيه دلوقتي زي التلوث اللي احنا فيه زمان؟ يعني مش كده يعني. زمان اصلا كان بياكلوا سكر ومربى، وكانوا ما حدش فيهم عنده بطن اصلا. شوفوا احنا بيحصل فينا ايه دلوقتي، بنعمل رجيم وما بخسش. يعني بنقعد نعمل رجيم وما بنخسش. مين بتعمل رجيم وما بتخسش؟ قولي قولولي في الكومنتات. شوفوا المنديل عمل فيا ايه. لا ده كان القطنه بس، هي يعني لزقت شويه. ممكن المنديل تستخدميه لما بشرتك تكون مرطبه، يعني اللي هو ايه، خلاص بشرتك انت عملت لها اللي هو غسلتيها وخلاص. نشفي بشرتك كويس جدا بقى، عشان الخطوات الجايه دي هتفرق جدا جدا معاكي كروتين عنايه لبشرتك. وخلوا بالكم يا جماعه، روتين العنايه مش بيكون شهر ولا اتنين، لا ده بيكون طول العمر، زيه زي كانك بتاكلي نفسك كده او كانك بتخرجي نفسك. هنحط كريم العين، لازم نرطب تحت العين، وهيفرق جدا روتين البشرة بتاعك، هيفرق جدا ايا كان بابسط الطرق. بس حاولي ما تدوريش على ارخص سعر في اي حتة، لان فعلا لما باجي ادور على ارخص سعر ببقى متأكدة ان الحاجة دي مش اصلية اصلا، ممكن يبقى ارخص 50 جنيه بس هو مش اصلي. الثيرمال ووتر او تونر الهالورونيك اسيد اللي هو الروسي ممتاز جدا، بس كتير بينقص في السوق. البديل بتاعه دلوقتي انيو بتاع ايفون، وفي حاجات كتيره، تونر شجره الشاي، في حاجات كتيره بتبقى موجوده، بحسه بيرطب البشره قوي، بحسه ناعم على البشره. بتوزعي، انا بحب اوزعه كده يا جماعه، الناس بتحب تحطه بقطنه، انا بحب ارشه. طبعا هستخدم سيرم فيتامين سي علشان كمضاد للاكسده، وان هو يديني المضاره للبشره. هبتدي اوزعه على بشرتي بطريقه جنتل، واعمل مساج لبشرتي
اهو بصوا بالراحة بالطبطبة، طبطبي خالص، دي بشرتك، دي ارق حاجة عندك، ارق حاجة عند البنت بشرتها وشعرها، خلي بالكم اضعف حاجة فينا اصلا. فطبعا اللي وصلت لحد هنا في الفيديو بقى، انتي بطلة، انتي بطلة، اكتبي انا بطلة، اكتبي انا بطلة، او اكتبي انا جميلة، واعملي لايك بقى. طبعا ده الليب اويل برضو من انتاج الشركة عندنا، كل حاجات الشركة بتوفر كل حاجة حتى الاكسسوارز، فعادي يعني بحب استخدم حاجتها جدا. ده الليب اويل بتعملي كده ايه يعني شكل حلو لشفايفك وبس كده. حلوين يعني الفيديو قرب يخلص، بس الكلام عن التجميل ما خلصش، لسه في حاجات كتيرة وفي منتجات كتيرة هنتكلم عنها. وبس كده يعني يلا هنهوي على بشرتنا بقى كده بالمروحة الجميلة دي، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام.